تحت الضغط. تحت الضغط انتوا خلاص حفظتوها. جامعة حلوان اختارت يحيى نادي اتفضل، واختارت أميرة محمود من جامعة القاهرة اتفضلي. يحيى وأميرة، أميرة ويحيى. الجمهور لازم يهدى، لأن تحت الضغط فقرة صعبة جدا محتاجة تركيز مش محتاجة التشجيع ده. ولا إيه رأيك يا أميرة؟ إن شاء الله. أميرة ما بتتكلمش. نتكلم تحت الضغط بس بإذن الله. اتفقنا. إن شاء الله. يحيى هتروح تفضل مع فاتن تسمع موسيقى وترجع لنا. أميرة تفضلي مكاني. أميرة خلاص أنت حفظت تحت الضغط. عينيك على الكاونتر. وكل تركيزك معايا. ما تبصيش لحد خالص. محدش هيفيدك. عندك 45 ثانية و10 أسئلة. ما تضيعيش وقت. تمام. هتقولي إيه؟ نكست أو بص أي حاجة. اتفقنا. تعالي نطمن على يحيى. يحيى مبسوط قوي. تلاقيش هيجي هنا. جاهزة؟ جاهزة. هعملها بإذن. تحت الضغط. كاونتر. في أي قارة تقع جزيرة إبيزا؟ أفريقيا. غلط. من هو الأديب والروائي المصري صاحب كتاب تحت شمس الفكر؟ نيكست. من هو الممثل الذي لعب دور عبد الستار ليل في مسلسل العار؟ حسن حسني. صح. ما هو الرمز الكيميائي لعنصر الكربون؟ CO. غلط. ما هي اللغة الرسمية لمنطقة ماكاو إلى جانب البرتغالية؟ فرنسية. غلط. إلى أي الأندية الأوروبية ينتمي ملعب أولد ترافورد؟ برازيل. غلط. من هو المطرب اللبناني صاحب ألبوم في حضرة المحبوب؟ نيكست. ما هو نظام الحكم في دولة جامايكا؟ جمهوري. غلط. من هو الممثل الذي لعب دور البطولة؟ أميرة تفضلي. هنا هنا يا أميرة. هنا أميرة اقفي كده. عندي كم إجابة صح يا أميرة؟ واحدة. إجابة واحدة صح. ما كانش سهل تحت الضغط. لا. فقرة صعبة جدا. فاتن عايزين يحيى ينضم لينا من فضلك. هنشوف يحيى هيعمل إيه. يحيى بقى عنده فرصة دلوقتي إن هو ياخد 10 نقط هدية. يحيى تعالى مكاني. تفتكر يا يحيى أميرة جاوبت على كام سؤال صح؟ هي كانت متوترة فممكن إجابات قليلة يعني. كم إجابة تتخيل؟ ممكن 2؟ لا، سؤال واحد بس. فرصتك بقت قوية. كل إجابة صح بخمس نقط، ولو عديت إجابة واحدة صحيحة هترجع لجامعتك بعشر نقط هدية من أميرة. أي سؤال مش هتعرف تجاوب هتقول إيه؟ باص. ما قلتش باص هفضل ساكت. اتفقنا؟ جاهز؟ جاهز. تحت الضغط. كاونتر. في أي قارة تقع جزيرة إبيزا؟ أوروبا. صح. من هو الأديب والروائي المصري صاحب كتاب تحت شمس الفكر؟ محمود درويش. غلط. من هو الممثل الذي لعب دور عبد الستار ليل في مسلسل العار؟ محمود الجندي. غلط. من هو الرمز الكيميائي لعنصر الكربون؟ سي. صح. ما هي اللغة الرسمية لمنطقة ماكاو إلى جانب البرتغالية؟ الأسبانية. غلط. إلى أي الأندية الأوروبية ينتمي ملعب أولد ترافورد؟ تشيلسي. غلط. من هو المطرب اللبناني صاحب ألبوم في حضرة المحبوب؟ بوس. ما هو نظام الحكم في دولة جامايكا؟ ملكي. صح. من هو الممثل الذي لعب عندك كم إجابة صح؟ 3 تقريباً. 3 إجابات صحيحة ب15 نقطة و10 نقط هدية من أميرة، يبقى 25 نقطة مقابل 5 نقط لأميرة. نشكر كلنا أميرة ويحيى. اتفضلوا. النتيجة اتغيرت. جامعة حلوان 55، جامعة القاهرة 80. الأسئلة اللي ما جاوبتش
من هو الأديب والروائي المصري صاحب كتاب تحت شمس الفكر؟ توفيق الحكيم. ما هي اللغة الرسمية لمنطقة ماكاو إلى جانب البرتغالية؟ إسبانية. الصينية. إلى أي الأندية الأوروبية ينتمي ملعب أولد ترافورد؟ مانشستر يونايتد. من هو المطرب اللبناني صاحب ألبوم في حضرة المحبوب؟ وائل جسار. ودلوقتي مع أصعب فقرة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء.